جماعة خطرت على بالي هلأ أكلة غير شكل، رح أورجيكم كيف أسويها. زائد هلأ أنا جبت خبز أسمر يومي، هذا ما شاء الله كثير طيب. بدي آخذ جبنة، تمام. هلأ أنا عندي جبنة موزاريلا بالبيت، بس بحس بدي جبنة بيضة أطيب، يعني مو ديك جبنة تختلف عن هيك كتير، تمام. هي نوعية وهي نوعية، كل شيء نوعية. بس هي شو نوعيتها هي؟ ما موزاريلا، ما بعرف شكل حاخد، ما بعرف، حاسس هي أطيب وحدة، ليش ما بعرف. تعرف شو؟ غيرت رأيي، بس غيرت رأيي حاخد هي، تمام. زايد حاخد بيت خليج. اوكي، هلا اذا بتقولوا لي ليش ما بتاخد بيت صفات كبير، ما شاء الله البراد ما بيسع هذه الصفات كلها عندنا، مو هذا، تمام، يا دوب يسع البراد عندنا، يعني من فوق محل ما مصفط البيت، عرفتوا كيف؟ فهذول هن المعصيني حاليا. الخبز اليومي، تمام، اللي هو التوست والجبنة والبيض، وزائد انه بدها زعتر الاكلة، أفرجيكم كيف بدي اسوي يعني. ايش كيف؟ هلا خلينا ناخذهم نحاسب عليهم ونطلع فورا على البيت. يا سلام، شوفوا هذا طيبة، هذا زعتر بري اللي هو العطار، طيب. وهي المتة، شوفوا في ثلاث انواع متة، في الخارطة اللي بتيجي لون ابيض واخضر، واللي بتيجي بخضرة، واللي بتيجي لون احمر. فالاحمر طيب كثير، العلبة بتلاقيه بس بتيجي لون احمر اسمه بابوري، عرفت كيف؟ بس هذول من اغراضنا. شوفوا 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 التجهيزات، يا سلام. الزعتر كمان اهم شيء، يعني المهم بيض، حليب، خبز اسمر، تمام، مو يعني حسب شو بدكم انتم، مو ضروري يكون اسمر، يعني انه توست، جبنه، جهز اللاي هون عندي، والغطاء ضروري، تمام، وشوفوا الكف كيف صغير، ولا انسى كمان بدي شويه مي، اوكي، وزائد بدي زيت بلدي، يعني زيت زيتون او زيت بلدي، هذا هيك، صارت عندي هون الوصفه كلياتها جاهزه. فهلا اللي انا بدي اياه انه احضر الزبديه، تمام، شوف كيف الزبديه مثل هي. يلا نجهز الوصفه، اوكي، نبدا بالبيض، تمام، بدي حبتين او ثلاث حبات بيض حسب، يعني جننت الاسرار، كل شوي الا تاكلي معي، تفهمي معي، قال لي طيب شو هي، شو الاكله، الا شو بدك انت، المهم بدك الطعم يطلع طيب. اوكي، هي حبتين بيض مبدئيا، تمام، اذا حسيت بعدين ناقصه شوي فبزيد، افتح الحليب، نضيف حليب، فوق البيض، زائد بنجيب شو، معلقه صغيره او معلقه كبيره، تمام، نجيب عنا هون شو، زعتر. اخ، ما احلى الريحه، ريحه الزعتر غير شكل، شايفين معلقه زعتر، وبعدين نملح دقيقه، فكرت حمرت، هاي ملح، تمام، مو عشان شيء، عشان يطلع طيب، خف يا مدير. خلي بدي اياها منكم كمان، ممكن تجربوها، تطلع طيب كثير. سلام، نضيف كمان شوية زعتر، زائد اخي مرحلة بعد ما خفقت البيض والحليب والزعتر وحطينا له ملح، تمام، شو بنجيب؟ عندنا هون الزيت،
نحط شوية زيت نرجع نخفق. تمام يا الكويتي. لزهد أنا هون شو بكون عملت؟ شغلت تحت المقلاية، نجيب الزيت، نقطة زيت بس كمان شوي. شغلت تحت الغاز على نار هادي شوي. لا ننسى كمان المي جاهزة عندي هون اوريدي. اوكي اللهم صل على النبي. انا بجيب توست، نفتح التوست يا اخي. شلشل بس خلينا نبقى على البيض. انا مثل ما قلت انا بحط عليه كل شيء على نظافه. نبعد شوي البيض، نبعد شوي الحليب، ونبعد شوي السكر مبدئيا، ونبعد شوي الزيت. وين غطى الزيت؟ هي غطى الزيت. حب اشتغل دول انا شو على نظافه. ها عندي هون جبنه. تمام ما راح افتح كيس كله عشان بدي احطه برا. الحين ما راح اخذ اول حبه لانه حق اول حبه لك تجي. اخذ حبتين. اوكي فشو راح اعمل؟ بس المعلقه خليني شيلها من هون. تمام شوفوا منظر التوست كيف حطيته هيك بقلب البيض او بقلب وصفه البيض والحليب والزعتر. ما بعرف اذا في منكم بيعرف هاي الوصفه. كان المفروض زبدية أكبر من هاي عشان توست كلياته ينزل لوين؟ لتحت. شايفين كيف؟ لازم شبع منيح على طول عالصحن. كمان نجيب توست الثانية. المنظر يا جماعة غير شكل. على فكرة التوست الأولى تمام مصت كل الزعترات. شايفين التوست الأولى كيف مصت كل الزعترات؟ اوكي هلا بنروح لوين؟ على المقلاي فورا بما انه حميت. اوكي شايفين؟ بننزل التوست الأولى. التوست الثاني. طبعا لا انا ما خلصت لسه هون. بس شوفي بدي حمصها وبعدين بدي احط فوقيها اللهم صل على النبي. بدي حمصها من وشين. بعد ما حمصهم من وشين تمام راح ازيد فوقيها اللهم صل على النبي الجبنه موزاريلا. فانا كمان شو بدي رشه مي بعدين بغطي عليها. تمام على نار هادية أهم شيء. أوكي قبل ما يتحمصوا نجيب هاي ونخلي الجبنة ناهي هون. ودي أرجع كمان نسوي شو؟ بدي أرجع كمان نسوي حبتين. هلا أنا حسيت بيضتين تمام قليل لأنه ممكن إذا بيضتين كل واحد رح ياكل يعني وجبة واحدة. عرفتوا كيف؟ هلا عم استنى بس يتأمروا من تحت ومن فوق. من تحت عشان نحمرهم كمان على الوش الثاني. اوكي اهم شيء ما تلزقوا ببعض اهم شيء. بس هي كثير غبت هي. يا سلام يا سلام المنظر يا سلام المنظر. ها هلا شو بعمل هون؟ زيت او حط موزاريلا. جبت موزاريلا فوق هيك حاسة أمين. بدي دللها أنا لازم دللها. كمان شو بعمل؟ كمان نجيب شوية مي. كمان شوية معلش عم طرش شوي بس عادي. غطي
استنى عليها هلا شغله ضيقه مو بالكثير يعني. عبين بسمع عبين ما تأمروا من تحت وعلى بين ما الله مصلى على النبي رجلنا تدوب. طلع صحن جديد او صحن الضيف صحنين معلش. يلا 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 يا سلام المنظر يا شكل. نجيب الماء على مكان. هلا شايفين قديش عندي هون انا؟ شوفوا يا سلام سلام. هلا بحط هي فوقيها بما انها تأملت. المنظر تمام. فشو برجع بعمل انا هلا؟ باخذها هيك وبقلبها كمان هيك. يا الله دخيلك الريحه يا الله الريحه. لا تقولوني اعطيتكم وصفه بتجنن وسهله وطيبه وبنفس الوقت ما بتسمن ولا فيها شيء دسم ابدا. زعتر بيض حليب شويه ملح خبز. خبز يعني اللي هو التوست. توست في منه بيجي اسمر في منه بيجي ابيض حسب شو انتم بدكم يعني بتختاروا. نجيب المعلقة هاي تمام. قبل ما تستوي هيك على الاخير رح انا اضيف هون شو كمان حبتين توست. مثل ما قلت لكم اول حبه توست كثير تمص مصت الزعترات كلياتهم. والله بيضتين لا على فكره لا زايد اني انا ضفت حليب كمان شايفين كيف؟ سلام. جيب الثاني بس والله انه اكله فنانه يعني اكله تستاهل. هلا بنروح لوين؟ نروح لهون. يا جماعة صورت لكم الستوري كامل. أنا بعد ما طلعت هاي تمام وشفتها هيك بالنص والستوري صار كامل فراح الستوري كلياته انحسب. والله طيبة. بس شوفوا أصوركم طبعا أكلت نصها بس أكلت نصها مبدئيا شايفين؟ يا والله العظيم هاي النتيجة اللي أنا بدي إياها. سيدرا أكلة صحية على فكرة خفيفة. خفيفة ها؟ اعطيني اياها تبعيتي لو سمحت. بس والله اشتهيت بس. اوكي. حطيت كمان يا حميد حطيت شوية زيت رجعت حطيت شوية زيت على المقلاي تمام؟ وهذول رجعت تمام. يا الله ما طيبة. يا الله ما طيبة. وزيد شوي على النار تحت النار تمام. شو بعمل هلا كمان نفس الحركة مي يعني هيك تشرب بيدكم كمان شوية مي كيف وغطي عليها شوي عشان ما تتأمر. فبقيان عندي هون يعني لسه في تن والله ما بعرف لازم زيد فوقيهم. رح ازيد فوقهم كمان بيضتين لانه حبه ما هنكفي. ها مش مين لك اني انا بدي اكل وحده بس. واقف كل هالوقفه عشان اكل شيء اكل وحده هي بدها شو؟ بدها حبه حبتين. صحة سلامة جاكم طبعا. طيبة الزعتر عم تحطه بقلبه؟ طبعا طبعا بقلب الخلطة كلها يا ترى مو بس زعتر حليب